إذا أردت أن تقيس تقدم أي مدينة أو تراجعها، فانظر إلى إشارة المرور. ففي العاصمة المؤقتة عدن، حيث كانت هذه الخدمة متوفرة قبل أن تختفي مؤخرا من الشوارع، فسادت الفوضى في أغلب الأوقات. فمن ينظم حركة المواصلات عادة هو شرطي المرور، وأحيانا يقوم بذلك بعض شبان المدينة بشكل طوعي. لوحات لا توجد إشارة مرور، أول شيء إشارة المرور لا توجد في الجولات، وهي أهم وضرورية للسيارات لترتيب حركة المرور. ثانيا الزحمة، السيارات الكثرة اللي بلا لوحات وكثرة الموترات، يعني السياكل بدون لوحات برضه. لهذا نريد من الجهات المختصة والجهات المسؤولة أن تنظر في هذا الأمر وتضبط الأمور من أجل تنظيم حركة المرور. هنا واحدة من حالات الشوارع المتكررة التي يتسبب بها غياب تنظيم حركة السير، التي تؤدي بدورها إلى عرقلة المواطنين، إذ لا يمكن لهذا الزحام أن ينتهي بوقت قصير، ولا مفر من الانتظار طويلا تحت صيات أشعة الشمس الحارقة والاختناق المروري. نعاني من المطبات، الحفر، من زحمة السيارات، الواحد تأخر على عمله، الواحد عنده مرض، عنده انشغالات، دوام، امتحانات، نعاني خاصة السيارات، ما في عندنا مرور لينظم الطرق، يوجههم السيارات اللي بلا لوحات إلى عقوم. جملة من المعوقات لحركة السير إلى جانب اختفاء إشارات المرور والازدحام. هناك أيضا مشكلة أخرى تؤرق الناس، وهي المطبات التي كثرت هذه الأيام بشكل ملفت، وانتشار السيارات والمركبات التي تتجول في شوارع عدن بدون لوحات معدنية، في ظاهرة لم تعهدها عدن منذ فترة طويلة. مطبات بلا حساب، يعني كل مطب فيه 20 في كل شارع فيه 20 مطب، يعني رجع امشي مطب وانزل مطب، اطلع مطب وانزل مطب. لهذا نريد مسح لهذا، ويكون مطبات مرسومة مؤشرة برنج، لك السائق يشوف المطب هذا قدامه. أحيانا يجي السائق فوق مطب يمشي بسرعة يعني غير عادية، يعني يكون في رنج بسفور للمطبات مشان الواحد يعرفها. أسئلة تثير أسئلة أخرى حول مصفوفة من مشاكل المرور وحركة السير في العاصمة المؤقتة عدن، ولا جواب من قبل الجهات الرسمية، فلا أحد يستمع للمناشدات رغم تكرارها. حنين جمال، بلقيس، عدن.